الخاص بحظر التطوير والتصنيع والتخزين واستعمال الاسلحه الكيميائيه وتدميرها. القانون 1242 الخاص بالامن والسلامه النوويه والاشعاعيه وانشاء الوكاله المغربيه للامن والسلامه النوويه والاشعاعيه. القانون 1248 الخاص بمراقبه تصدير واستيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري والخدمات المرتبطه بها. داو ممثلين ديال 70 دولة حاضرين قطاعات اللي هي مؤسسات مغربية بما في ذلك المؤسسات الأمنية، القوات المسلحة الملكية، القيادة العليا للدرك الملكي، الإدارة العامة للأمن الوطني، الإدارة الجمارك، مجموعة من الوزارات اللي حاضرة اللي عندها علاقة مباشرة بهذا القضية ديال الأمن الكيميائي والتهديدات. حاضرين دكاترة وخبراء من مختلف الجامعات المغربية وأكاديميين، باش يكون تبادل ديال الاراء بين اجهزه انفاذ القانون والخبراء الوطنيين والاقليميين والدوليين في هذا المجال وعلى التهديدات. كما تعلمون ان هذه الجماعات الارهابيه والجماعات المتطرفه ولا الذئاب المنفرده تسعى الى الحصول على هذه المواد الكيميائيه والبيولوجيه لتنفيذ مخططاتها الاجراميه واستهداف مجموعه من المواقع الحساسه. وبالنسبه للتجربه ديال المغرب منذ 2003 الى الان، وضعوا استراتيجيه وطنيه لمحاربه الارهاب وشمل جميع الميادين، وراه باش ما ندخلوش في التفاصيل عنده واحد الدور رائد في هذا المجال على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. كذلك بالنسبه لهذا علاش تختار المغرب وتختارت المدينه ديال مراكش لاول مره بالنسبه لهذا المؤتمر الدولي خارج اطار المنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه. كما تعلمون المغرب هو بلد ديال الامن وديال الاستقرار وديال الامان، بلد اللي تعيش فيه جميع الديانات السماويه، وبلد اللي هو ارض ديال الحوار وديال ثقافة وديال الحضارات، حوار الحضارات إلى آخره. وخصنا نعتزوا بلادنا ونكونوا فخورين لأنه جميع المؤسسات المغربية الحمد لله في المستوى، ونتمنوا باش تكون أكثر فأكثر. وشكرا جزيلا. فمرة أخرى أرحب بكم جميعا في المملكة المغربية، وأتمنى لكم مقاما طيبا بمدينة مراكش، كما أتمنى النجاح والتوفيق لأشغال هذه المناظرة وأن تتوج أشغالها بنتائج مثمرة لكل المشاركين والجهات التي يمثلونها. كما أجدد الشكر للجهات المنظمة ولشركائها على المجهودات المبذولة حتى تحقق هذه المناظرة الأهداف المنشودة منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.